السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتعرف على اداه جديده من ادوات استخدام التكنولوجيا، اداه رائعه جدا، وهي اداه تعرف ب education TED او TED education. لو احنا بحثنا في جوجل على كلمه TED ED هنلاقي اللي هو اول موقع TED education، وده لو دخلت عليه هيطلع لي الموقع بالشكل ده. طبعا الموقع هيطلب مني في الاول ادخل يوزر نيم وباسورد بالجيميل بتاعي، ممكن اخش عليه بمنتهى السهوله. طيب الموقع ده بيقدم لي ايه؟ الموقع ده بيخليني انا كمعلم ان انا ابني الحصه بتاعتي كلها على الفيديو بتاعي، وبيديني اوبشن كتير جدا خلينا نتعرف عليه سوا. طيب بجيب الفيديوهات منين اللي انا هشتغل عليها؟ بجيب الفيديوهات بتاعتي من يوتيوب او من مواقع تانية كتير. انا عندي هنا في كلمه كرييت، لو رحت هيقول لي انت عايز تعمل لسن، ايوه انا عايز اعمل درس، فيقول لي لو سمحت ابحث عن اكنك بتبحث على يوتيوب، يعني ابحث عن الفيديو اللي انت عايزه، وليكن هنتكلم النهارده عن الاحتباس الحراري، فانا اكني ببحث على يوتيوب بالظبط. فظهر لي الاحتباس الحراري، فانا هختار الفيديو ده مثلا، فبيقول لي انت عايز تشتغل على الفيديو دوت، قلت له اه. موضوع بسيط جدا. طيب هنا بقى هبدا احضر الحصه بتاعتي. اول حاجه بيقول لي انا محتاج تايتل للسن بتاعك ده، محتاج عنوان للدرس بتاعك ده. طبعا هو بياخد العنوان بتاع الفيديو يحطه، لو انت عايز تغيره بتدوس هنا بتغيره. طيب ايه اللي بيقدمه الموقع ده؟ ازاي ابني الحصه بتاعتي كلها؟ ايه الاوبشن اللي موجوده؟ اول حاجه بيديني ليتس بيجن مثلا، بيقول لي لو سمحت لو دوست هنا اكتب لي مقدمه سريعه عن الدرس بتاعك، زي الاهداف اللي انت هتشتغلها، زي الافكار اللي انت هتتناولها في الحصه. فبنكتب الافكار كلها اللي انت عايزها، وليكن هنا الاحتباس الحراري ومخاطره زي ما حضرتك شايفين. وبعد كده ببدأ يقول لي طيب انت بعد ما الاولاد يشوف الفيديو ده محتاجهم يظهر عندهم اسئله اثناء الفيديو؟ فلو سمحت حط لي الاسئله عند كلمه ثينكر هنا او ثينك، ابدا اضغط عليها يقول لي انت عايز تحط اسئله موضوعيه ولا اسئله مفتوحه، يعني بما تفسر، ما النتائج، اختر، وضح، اشرح، ولا اسئله اختر. فانا اقول انا عايز اسئله اختر مثلا، فاختار اول اختيار، بيقول لي اكتب السؤال هنا، اقول له مثلا كيف يحدث الاحتباس الحراري. كويس. وبعد كده اول اختيار هنا ببدا احط الاختيارات بتاعتي، بس هو اول اختيار هو الاختيار الصحيح اللي هو عليه اللون الاخضر ده، فانا اقول والله مثلا التلوث، التاريخ مثلا، اي حاجة. ومش عايز الاجابة التالتة دي. بص بقى بيقدمها ازاي، هشيل الاجابة التالتة دي كمان. تمام، بيقول لي انت ممكن تدي هنت للاولاد، ممكن تدي مساعده للاولاد، بحيث لو حلوا السؤال ده غلط اوتوماتيك الفيديو يروح للجزء اللي بيشرح الاجابه بتاعت السؤال، فالطالب اكنه بيجاوب على الاسئله وبيرجع يعمل تصحيح تلقائي للمعلومه وتعلم ذاتي من خلال الفيديو اللي حضرتك شغال عليه. فهو الولد بيروح يحل الاسئله، ولو حلها غلط الفيديو بيروح تلقائي ويشتغل على الاجابه، فالولد يستفاد من الفيديو. وهنا بحدد بالظبط الاجابه بتاعتي تبقى فين، وليكن مثلا الاجابه بتاعتي تبقى في من اول ثانيه 30، دي الاجابه، يعني لو الطالب اخطا يظهر على طول الفيديو ده. كده انا خلصت الجزء ده، فاقول له سيف. تمام، لو انا عايز اعمل سؤال تاني بدوس هنا. طيب ايه الاوبشن الثالث؟ الاوبشن الثالث اللي انا بيقول لي ان انت ممكن تضيف مصدر للاولاد
يذاكروا بعد ما يقرأوا الفيديو، بعد ما يحلوا الأسئلة على الفيديو بإمكانهم يقرأوا ويستزيدوا عن موضوع الدرس اللي هو ديك ديبر. لو أنا دوست عليه بيقول لي حط هنا للأولاد أو ضع هنا للأولاد بعض المعلومات المهمة للطلاب اللي هم يستفادوا بيها. أنا مثلا لو بحثت على جوجل على كلمة ما هو الاحتباس الحراري، فوجدت في موضوع اسمه آثار الاحتباس الحراري. ممكن أخد الجزء ده كده وأقول له لو سمحت حطه لي هنا بالظبط. فالطالب هيقرأ المقال ده ويرجع للينك اللي هو موجود، ويبدأ الطالب يزود معلوماته بنفسه في الموضوع بتاع الدرس. وفي الآخر خالص بيقول لي لو أنت عايز تعمل ديسكاس، هتعمل ديسكاس لإيه؟ هتعمل مناقشة وحوار لإيه؟ لو أنا مثلا عايز أناقش الأولاد في درس النهاردة، فيبدأ أول سؤال مثلا هنا وأشرح السؤال ده، وليكن قم بتصميم لوحة تتكلم فيها عن الاحتباس الحراري. ممكن أكتب أنا الكلام هنا ويبدأ الطلاب يبدأوا يتناقشوا معايا في اللوحة دي وأشكالها وأبعادها وأهميتها، أو أسأل سؤال إيه هو أهمية الاحتباس الحراري، وممكن الطلبة تشتغل عليه. ومجرد دوست سيف يبدأ الفيديو بتاعي يتحدث ويشتغل عليه. وآخر حاجة خالص بيقول لي أخيرا بإمكاني أضيف إيه المعلومات اللي الطلبة استفادوا بيها النهاردة، إيه الحاجات اللي احنا اشتغلناها، إيه المهارات اللي أنا طبقتها، ايه الكونسبت اللي انا كنت شغال عليه النهارده، او ايه المفهوم اللي انا كنت شغال عليه النهارده، واحطه في الفيديو بحيث الطالب يبقى مر بالمراحل المختلفه للدرس بتاعي، وهو درس متكامل من اول الحصه حتى نهايتها. وبامكاننا ان يكون درس تفاعلي مع الطلاب وجها لوجه، او من بعد عن طريق تعلم الكتروني، او حتى واجب من البيت ممكن الطلبه يشتغلوا عليه وتزود عندهم التعلم الذاتي. وهنا كده يبقى احنا وصلنا للخطوة الأخيرة. خلاص أنا كتبت النقاط الأساسية اللي أنا كنت شغال عليها، تمام. هيقول لي publish بقى. لو أنا دوست publish هنا خلاص أنا الدرس بتاعي. هنا بيسألني سؤال مهم جدا وخدوا بالكم منه، بيقول لي أنت عايز اللي يستخدم اللينك دوت، اللينك بتاع الدرس بتاعك ده، يكون عنده أكاونت على TED Education ولا لأ، أو ما يكونش عنده اكونت خالص. فانا افضل طبعا لو ما يكونش عنده، لان انا هاخد اللينك وابعته للاولاد على طول فيفتحوه على اي براوزر من غير اي اكونت. واقول له شير اللسن بتاعي، بيديني اللينك اللي هو هنا زي ما حضراتكم شايفين. بدوس اللينك ده كوبي وابدا ابعته للطلبه من خلال الايميل، من خلال الواتساب، من خلال اي منصه تعليميه انا شغال عليه. طيب وده هيبقى الشكل النهائي للدرس زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. بيكون الفيديو اللي من هنا ابدا اتفرج عليه، الفيديو هنا يبدا اتفرج عليه، وبعد كده تضرب العالم بوتيره اشهم الاربع الماضيه، اول لما يقرب على كوكبنا النقطه دي الاحتباس يبدا، لكن زي ما حضراتكم شايفين الطالب يتفرج على الفيديو، وبعد كده يخلص الفيديو بيروح ل كيف يحفظ الاحتباس الحراري عن طريق مثلا انا طبعا هو التلوث، بس انا هكتب التاريخ علشان اشوف هو يعمل ايه. بصوا يقول لي سيف ماي انسر، خلاص لا ده مش صح. طيب لو انا كده السؤال مش صح هنعمل ايه بقى عشان يبقى صح؟ اول لما اشوف كده ابدا اقول له تراي اجين مثلا، او فيديو هند، او ساعدني لان انا مش عارف. لو دوست على فيديو هند بيوديني على الجزء اللي انا اخترته اللي بيشرح لي السؤال ده علشان الطالب يتعلم من أخطأ. وبعد كده بعد ما يخلص الكلام ده كله يبدا الطالب يقرا المقال اللي انا حطه له، وبعد كده نتناقش سويا في السؤال اللي انا كنت حاطه في الديسكشنز او المناقشات اللي انا كنت عاملها، ويبدا الطلبه يفكروا معايا وبننهي الدرس بتاعنا بالشكل ده. يا رب يكون النهاردة أداة كويسة وتكون تفيدكم معاكم في الدروس، وأظن أن هي أداة ممتازة لكل المعلمين. شكرا جزيلا وأشوفكم المرة الجاية.